وإذا أراد الله أن يهدي أحدا فوالله يهديه وحده بدون تدخل المسلمين. بل أقول أتت الحضارة أتت الفكرة المسيحية بستة قرون قبل الإسلام، وتأخرت الحضارة المسيحية عن الحضارة الإسلامية بثمانية قرون. الإسلام أصبح يدعو لنفسه بنفسه، وبعض المسلمين يدعون عليه ويصرفون عليه من أراده، يصرفون الناس عنه كلمة جميلة هاي. الإسلام بيدعو لنفسه، بعض المسلمين يعني بيبقوا دعاية مضادة للإسلام، أشياء تدفع للحضارة. نعكس القضية شوي. فقال يؤسفني أن أقول أن هذه المعركة قد تأخير الحضارة الحضارة الأوروبية بثمانية قرون، ده حكم أوروبي.